طيب الشو الخير في البلاد الله سراري الله يشفيكم ان شاء الله انا واحد كحمر ما تشوفوش في يد غير فرش ان شاء الله الله يشفيكم بالخير والله يرحم الوالد ان شاء الله ربي يحل عليه انت ابن ديالو ياك اسيدي انت ابن ديالو انت قلت لي انت قلت لي انت قلت لي انت محمقون يا خويا انتم رافضين انكم كما قلتي انتم شي حاجه كون شهود على هاد عباد الله اللي كتحدوا لي عندي والدي مرسنا جنازه خويا مرسنا حضر فيها ولده هذا ولده اخويا ملي هو ولده علاش ما يحضرش على باه هذا الابن ديال اخويا المرضي ما باغيش يروح نروح عزيزه عند الله اخويا نروح عزيزه ولكن الناس كيقولوا روح بغينا نعرفوه حسبنا الله ونعم الوكيل لا ياخذ فيكم الحق ابناء ديال ربي اخويا خايب الامن الان كيدخل الامن فهاد الوحده كيف ما نشتفوا عليهم حشومه في الشعب وحيد راسي ابن ديالو راه فاد رغبات كيف ما كانش مع المتابعين الفاضل كيف ما كانش ابن ديالو لا إله ديالو الناس كيقولوا على حسب السلحة ديال الناس كيقولوا بأنه اسمع شو هذا باش يتكينا وتحرك الناس كاملين سمعوا انتم ولادي سمعوه السمكين بنكون شي رقصان وكل حي هادشي اللي قال تحرك فين فين كنت كتهرك تحرك فين اللي قال زباله فين كنت عندي افيدكم المسلمين وصافي يا صاحبي سير حيد كيف ما كتساعدوا معنا متابعينا في هذا شفت في انا شي كسبوع حرام الله جايين بالكم خلوا راجل مياج ياخذ فيكم الحق مش بدنا والو عبد الرحيم اصاحبي شكون سير ولا لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم حسبنا الله الله ياخذ الحق حسبنا الله ونعم الوكيل انوارك فاش تيجي الشرطه يعرفوا اش كيديروا خلي هذيك الشيء راه الشرطه راه هذا الابن ديالو رافض والناس كيقولوا حتى الكبر الابن ديالو العائله ديالو كترافضه هذا الابن ديالو الثاني انا اخويا نتاع انا واو ما تقول حي لا تهدا انا سمعنا ما كنشهدوا معنا راه حي عند الله سبحانه وتعالى كيشهدوا معهم مثلا الفاضل هذا الابن ديالو والطرف الاخر هو الابن ديالو انا سمعته تنبق نعم شوما ولكن الابن الابناء ديالو كتشوف كيف ما كتشاهد معنا الابناء ديالو رافضين رافضين علاش يرفضوا اذا كاين شي حاجه تما اذا كاين شي حاجه انت سمعتي يا سيدي سمعت سمعنا تنبق دابا تنبق شوما صاحبي راه عيبات خاصو يخرجوها ابن ديالو كيقول لهم ما بغيناش
واخا واخا الله يخليك سمح لي عبد الناس باش مسومين باش يكونوا معاكم واش عارفوا لا يسمح لي انت ابن ديالو يسمح لي سيدي علاش نتوما رافضين الناس كيقول لك علاش رافضين رافضين انكم يتفتح علاش شوفوا الناس كيفاش كيهضروا خويا هو دابا هادشي كامل تفتح وشفتو بعينيك لا ما تفتحش هو قال لكم الناس ما تفتحش الناس كيقول لك ياخذ الحق في كل واحد إذا أنا سمعت الكلمة ديال الإبن ديالو أحد الأبناء كيقول لك لا ما بينك ما بينك كون هاني أخويا ما بينك كون هاني أخويا لا كون هاني لا لا الناس اللي هما أنتم كتشاهدوا هذه بلاكة ديالو محمد انا مرجو كيف ما كان ابناء ديالو مع الناس المساعدين ديالو خبر رافضين الوحدات ما عرفتش اسيدي ما قدرتش نقول لك انا ما شفتش الا ما شفتش اللحظه ما شفتش هذيك اللحظه بلا فايده سيد بيه تصاحبت اكدتو راه 100 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 حتى أحد أبناء ديالو يرفض أنه يتحل القبر الساكنة كما كشاهدوا الساكنة تقول له يتحل القبر جينا الصباح لقينا شي راي شي يوم الجمعه شي هضره رايجه نعم قالوا الخبيط كاين في القبر ما الخبيط كاين في القبر نعم كي ديال هذا الخبيط عيطوا للناس للبوليس جاو البوليس نعم جاو البوليس قال لكم باش تعطينا قرب الميكرو الا سمحتي نعم باش تعطينا الموافقه باش نحفروا القبر ولا ما نحفروش القبر نعم حنا المودي حنا ما سمعنا والو ما عرفناش شنو كاين ولكن دار النظر ديالكم نتوما نتوما اللي سلطه كونسلطه بغيتوا تحفروا حفروا ما عندنا ما نقولوا قال لك لا ما يمكنش المهم ما عندنا غير واخا سمحي نقاطعك في هذه النقطه على حسب الشهود العيان ما كنا كنقولش ولكن الشهود العيان كيقولوا بانكم البنت ديال المرحوم وافقات ولكن بينما ان راه يشهدوا عندنا في التسجيل بنت وحده اللي وافقات ان الخوت ما بغاوش وقالوا طلبوا ان المخزن ما يمكنوش يفتح الا ما وافقاتش العائله ديالو انا كعمهم حتى انا ما وافقتش نعم انت ما وافقتش باش نحفروا الخبر نعم مشينا في حالتنا البوليس خدوا منا لي كارت ناسيونال وصلوا عندنا باش نديروا لكم محاضر وصلنا عليهم داروا لنا محاضر نعم من بعد مشينا للدار دابا حتى كنسمعوا ثاني التليفون عيط لنا اجي راهم كيحفروا الخبر البوليس كيحفروا الخبر جينا كنجريو حنا من الحبله داكشي اللي كنشوفوا ان واحد مشى كلشي انسحب شفنا ان كلشي انسحب وكلشي في الاخر جيتي ومشيتي وعاطين جيتي ودابا كنلاحظوها البوليس واقف الطوموبيل هي بعيده نعم. والناس الجمهور تيحفر القبر ملي لحقنا قلنا لهم لا ما تحفروش القبر حبسوه برطو تحفروش القبر شادو مع ولدو شادو مع ولدو بغاو يضربوه شادو مع ولدي انا عاوتاني بغاو يضربوه هذا على الجمهور المساخيطه الساكنه ديال هذه الحي هذه الراجل حي الراجل حي ملي حفروا وتاكدوا لقاو الراجل ميت واش هذا هو الوقت ولكن واقفه معاهم والسلطه واقفه راه السلطه واقفه هذا الابن ديالو هذا ابن هذا ابن ديالو هذا ولد هذا ولد نتا اخوه
هذا ولد ابن ديالو تاع ياك ها هو ابن ديالو اجي شوف ابن ديالو صافي انه يتكلم كيف ما كتشوفوا نعم امين سيدي امين امين واخا بغيت نسولك علاش الاولى ما سمعتي هذه القضيه ورفضتي وبغينا نعرفوا هذا السبب والناس هاجوا من السؤال ديالهم قالوا كيقولوا بانكم رفضتوا في البدايه علاش رفضنا لحقاش حنا متاكدين نعم. بالله السيد ميت ولكن سمح لي سيدي سمح لي انا كان على حسب الشهود وعلى حسب الناس اللي قالوا على حسب الشهود نعم كيقولوا بان مجموعه ناس سمح لي سيدي مجموعه ناس كيقولوا بانه راه السيد سمعوه والناس كاين ناس واحد صاحب مقهى ما غاديش نذكر الاسم ديالو ما ماشي جوج قرب الميكرو ماشي جوج ماشي ثلاثه اللي سمعوه انه حي والناس كيبكيو وكيقولوا بانه حي وحتى حسن غير توهم واخا توهم واحد ماشي ثلاثه اييه توهموا مجموعه ديال الناس عيونا البرهان ها هو البرهان فتحنا راه تحفر دابا ولكن راكم صورتوا واخا اجي خويا هذا اجي نسولك واجي هذا والراجل حريح بخنز طالعه بالخبر واش كاين اكثر من واخا شحال باش مات شحال السن ديالو واخا شحال باش مات شحال باش مات ديال المسلمين شحال باش مات راه 8 ايام هادي 8 ايام شاف عمر ديالو السيد شحال السن ديالو السن ديالو 72 سنه 72 واش كان كيعاني من شي مرض ولا شي حاجه اييه كان عنده المرض خايب نعم كان عنده المرض خايب في الراس نعم صاب عنده المرض خايب في الراس نعم. انا جيت شخصيا هو كيعاني منه شحال من كيعاني منه انا سمعت الهضره شخصيا ولد خوه جيت كنلقى النص ديال القبر الامامي مسحت الراس مهبوش يعني غير حجرات كيبانوا نعم ملي جيت دفعوا عليا الشرطه والمخزن قالوا لي اش كدير هنا اليوم انا راه سمعت هذا عمي بالله راه قالوا حي جيت بغيت نتاكد كان حط راسي على هذوك الحجرات ما كاين والو خبطت ببلانشات ما كاين والو ما بغيناش نهبشوا على القبر حرام الله الله ما تيبغيش الله تيقول لنا حرام وحسبنا الله ونعم الوكيل هادوك الناس اللي خرجوا هاد الإشاعة ديال الإنسان راه حي باقي حي راهو جاو دابا عندي واحد السؤال من عند المشاهدين كيقول لك علاش اختاروا هاد اسم حياة قال لك الناس المتابعين كيقول لك علاش اختاروا هاد القبر واخا سيدي تفضل كيقولوا علاش اختاروا هاد القبر فقط وما قالوش كيقول علاش اختاروا هاد القبر فقط وما اختاروش اجي معايا سيدي اجي معايا الناس ديال الامن كيرفضوا اننا هاد الراجل نعم هاد الراجل نعم راه انسان باخر واخا سمعتي السؤال ديالي بعدا كيقولوا المتابعين الافاضل كيقول لك علاش اختاروا هاد القبر بالذات وما اختاروش بعد القبوره اللي كيقولوا فيها هاد القضيه علاش وهنا مجموعه ديال القبوره العين لله وجمتيني هذاك الشيء امر الله هذاك الشيء امر الله نعم رب الله اعلم كيسمعوا فيه احنا ما نعلموش هذا دوي من القبر الله يرحم الوالدين احنا ما غاديش نعلموا الخير الله يسامحك اذا هذا الاخ ديالو واخا سيدي اخر كلمه سيدي للمتابعين اخر كلمه الله يوالي وانهم شافوا القبر جميع المسلمين كفاء اجمعين شنو غادي نقول راهم شافوا القبر وحلوه وشافوه ان الانسان ميت ميت وفينا هما دوك اللي كانوا كيقولوا هذوك المجموعه ديال الناس اللي كانوا كيقولوا راه حي فينكم انا هم اللي حلينا القبر راه الراجل ميت دابا فينا هو الحق عند من واش عندهم عند دوك 14 اشخاص ولا عندنا حنا وحسبنا الله ونعم الوكيل اخر ما كاين حسبنا الله ونعم الوكيل كتشاهدوا معنا هذه العائله ديال واحد ولد خوه عطيهم الحق عطيهم عطيهم كتشاهدوا الانسان راه عيان كيف ما كتشاهدوا انا ولدي هذا العم ديالنا هذا العم ديالنا حنا جاتنا جا الوالد يرحم اذا كيف ما تبعتم على المتابعين انتم كتشاهدوا إذا بهم كيتفاجئوا تيقولوا نمشي عند الابن ديالو نتوجهوا عند الابن ديالو اسيدي واخا سيدي اذا حنا المباشره سيدي حنا المباشر كيف ما كتشاهدوا
لهجه فاش كان شي غريب. انت من العائله ديالهم؟ من احد العائله ديالهم؟ لا ماشي من العائله ديالهم. انا سمعتها في على شوف تي في. نعم. وجيت نتاكد بنفسي. ولكن مادام تيقول لك حنا عريناه ولا سميتو السلطه واقفه، اداره السلطه راه عارفه اكثر من يوم انه من الاخر. وكان شي حاجه راه غايدوا يدوا المستشفى ويقوم مع بالواجب. اذا يقدر يكون توهم، يقدر يكون جن. ولكن توهم اللي كنقول توهم، ماشي واحد، ماشي جوج، ماشي ثلاثه، ثلاثه الناس اللي كل شيء. انا واقفه تما شو سمعتي؟ سمعتي الخبيط. سمعتي الخبيط؟ وتخلعت وهربت عند البار. وقتاش جاب هادشي في الله؟ نعم. الاخ منين جاو يحفروا عليه؟ علاش ما كنتوش شفتيه في الموقع؟ لا كنا في هذيك اللحظه، كنا في هذيك اللحظه وما كان الزحام في هذيك اللحظه. كنا اكيد طبعا طبعا، ولكن كنت خشيها وكنا السي حدايا. لا متفق معاك، ولكن حنا كنا في الداخل. الناس اللي كتشوف مباشره كتامن. اكيد طبعا، اكيد طبعا. السلطه ملي كتشوف مباشره كتامن. اكيد طبعا، حنا الحمد لله الدور ديالنا هو هذا، انا نبينوا الحقيقه. وقناه شوف تي في هي قناه الشعب. اكيد وهي كتبين الحقيقه. وهاد الناس ما يمكنناش نكذبوهم. هاد السيده، نعم، هاي السيده معنا الان كتقول. نعم واخا، كان شخص واحد نكذبوه. نعم ما يمكنش نكذبوا عالم، ولكن يقدر يكون جن. والله اعلم. الله اعلم، ما تقدرش تعرف. العلم لله. ودابا هاد الناس راه واش حفروا عليه بدون سلطه؟ هضر معاهم السلطه. لا كاينه السلطه، خلاص انتهى الامر. مادام كاينه السلطه راه تبتت ان هادشي، تقول لهم ولاو سدوا عليه. نعم واخا اختي، شنو سمعتي؟ هادشي غريب، كلشي جائز. هاو كانوا الناس، كانوا الناس مجموعين، مجموعين السكنة كاملة. فهذيك اللحظة بابوش كيبداو كيغوتوا. فهذيك اللحظة فابوش بداو كيغوتوا الناس. هي فاش بداو كيغوتوا الناس، انا واقفة كنسمع الخبير. الناس من المدينة قالوا لي انا في الجامعة سمعتها. نعم سيدي. بان قال لك انا في الجامعة سمعتها. قال لك راه تيدق. فهمتي؟ انا سمعت قال لك راه تيدق في القبر وما باقي ما جبدوش. هادشي اللي سمعته خويا. الله اعلم. ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. كيف ما تبعتم على المسلمين الفاضل، هذا هو القبر، ها مرجع كيف ما كان، ها هو كما كتشاهدوا. هذا هو القبر. اللي رجع على مدينة قنيطرة. كتشاهدوا معنا المسلمين الفاضل. كيف ما صحنا الابناء ديالو كيقولوا كيبلغ العمر ديالو 72 سنه، كان مريض، مرض كان مريض كما قالنا ديالو، كان مريض مرض خايف، كيبلغ العمر ديالو 72 سنه. تشاهدوا معنا المتابعين الان حضور السكينه كما تشاهدوا. احنا الان بمقبره رضوان بمدينه قنيطرة. هذا هو القبر اللي دير دجا السكينه ديال بيرامي. انتم شايفين كيقولوا انه الصباح، كيقولوا انه سمعوا الخبيط. واحد السيد اللي سمعته في الفيديو او اللايف اللي قبل من هذا كان كي